الان في معرض في سيول وحنراويكم اللي هو تطور شركه سامسونج. يعتقد الكثيرون ان شركه سامسونج من كوريا الجنوبيه متخصصه فقط في الالكترونيات نظرا لشهرتها في هذا المجال. تاسست شركه سامسونج في كوريا الجنوبيه عام 1938. دعونا ناخذكم في رحله عبر تاريخ الشركه في العقود الماضيه ونبدا بفتره الستينات. بس ما شايفين عندنا الهني اللي هو منتجات شركه سامسونج من الاخشاب ومنتجات الشعر العطور الاحجار. الحين بننتقل الى مرحله السبعينيات في الدمى في الاحذيه في الدراجات الناريه. بس ما شايفين ملابس الاطفال احذيه بعض المستحضرات ادوات للحفظ المواد. وبدا تصنيع اللي هو كان مع هونداي في السبعينات اللي هو في تصميم البواخر. والحين بننتقل الى الثمانينات اللي هو من التلفزيون. عندنا من التلفزيون الابيض والاسود كان اول تصميم لهاتف نقال. ما شايفينه هنا تصميم الرام دي رام. طبعا هذه كانت ثوره في الثمانينات. الكمبيوتر بالشكل البدائي اللي انتم شايفينه بالاضافه الى الدمى والاقمشه وبعض الصناعات الثقيله. الحين بننتقل للتسعينات. في التسعينات بدا الشغل في المعادن والادوات التسليح والفولاذ بالاضافه الى تصميم بعض الادوات الاستخدام الشخصي. الهاتف النقال طبعا نفس ما شايفين ان الحجم بتاعه صغر. الكمبيوتر صار بشكل عصري واحدث. والاهم شيء اللي هو تصميم الرام الكمبيوتر. وكان عندنا 265 اللي هو كانت ثوره كبيره. الاحذيه بالاضافه الى كلكم اظن متذكرين هذا اللي هو الساوند سيستم والمسجلات اللي كان مشهوره بها شركه سامسونج. والحين بننتقل لل 2000. بعد سنه 2000 كانت ثوره كبيره. سامسونج اقمشه نفس ما شايفين والزجاج. دخلوا في صناعه الادويه. الكثير من المعدات هواتف نقاله الى ان وصلنا الحين عندنا اللي هو الاس 4 والجالكسي النوت 3 والعديد من المنتجات.